ما نط من هنا. طيب نلعب حقيقه او امر. لا اوزبريتي اوكي اسمع اكسوبريتي ونعمل اكسيون نعمل اللي يلا جايز. لا جايز هذه الشيء رح يتخبى في الاكاديمي وانتم عليكم تلاقوه. لك نسيم نسيم اي شيء من اي حد. رافائيل قوموا هون على الطاوله. لا 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 احد طاوله هون كلنا تعال شوية. كنا الأرض وكنا بندور شيء بالأرض. يلا قوموا قوموا جايز يلا جايز بلا طاولة بلاش مبال مبال دينا قومي قوموا يلا قوموا قوموا جايز نبنى في منور أنور وأرنا جايز مش بس حقيقة هالمرة حقيقة وأكسيون نو شو متى أكسيون بالعربي يعني حركة يعني فعل حركة فعل كتير أوكي مروان وحنان مروان وحنان مروان يسأل حالة حقيقة أوزوفيريتي أوكي إذا حدا حابب ينقل خي مدي أشوال خلاص تسرع قبل ما تجي على الستارة كان في حدا بحياتك؟ لا براف أوكي يلا أوكي أنا ما عندي أنه ما عندي أي شيء أسألك كتير قوي كتير ما بيل تسأل عبس حيّا أنا. الله العين العظيم. أنا بخبر كنا عمري ما شو اللي خليك تبلش إنه تحبني؟ لأنه أول فترة أنت ما كنت تحبني. ليش بالعكس؟ لا أنت. لا بس ما كانش كيمياء. شو اللي هيك قال إنه لا أنا غلطان إنه شو الشيء؟ لا لا ما تعاملت معاكي لقيتك طيبة ولقيتك بتفكري بطريقة حلوة و. وفي حاجات ما يعني يمكن مش عارف اقولها بطريقه يعني واضحه بس في حاجات شفتها فيكي تستاهل ان 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 الواحد لازم يتعامل معاكي زي ما انا بتعامل. بجد والله ثانك يو. هو رافائيل قنينة رافائيل ايه انا شو ولا فيريتي اكبر الله كمطلة لك حبيبة. سؤالي عن جد شو اسمعوا مين مروان؟ ايه نحس انك قوي. شو 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 سؤال هلا شو علاقتك شو بتسمي علاقتك انت ودينا؟ هل هو اعجاب؟ شو بتسمي علاقتك؟ اترك الوقت. شو يعني؟ اترك الوقت يحكي. ايوه كده حدا مثل اي حدا بالاكاديمي دغري فجاه بيتقرب من شخص ثاني يعني ما هيك كثير عم تفهموا كثير فاهمين بعض لسبب يعني. معين يعني لسبب معين هيك يعني نفهمنا مع بعضنا بطريقه معينه بس فهمت عندك يعني فهمت يعني الامور صدقه يا يا اختي صداقه توضحت عندها وتوضحت عندي وتفهمنا بس برافو هذا ايوه لا ايوه ايوه لف يا بنت لف يا بنت حلوة اوكي اوكي هيدا اللي بيسأل زحلة اجر هيك هيدا اللي بيسأل وهيدا اللي بيجاوب اوكي حلوة نسأل هيدي اوزا فريدة لا سؤال حقيقي سؤال ما انا اذا بسأل اسئلة براسي طيب انا بقول لعندك اسأل انت اسأل لا ما بعرف شو لا لا حنان انت لا سي سي بو بلي ما عندكمش انتوما شخصية ولا شنو؟ ما بديش قادر افكر جاي من السفر ما تنسوا انه نحن انت عندك شو؟ قديش تقتل علي؟ قديش تقتل علي؟ وحشتي علي عادي عادي ما هم كانوا قرابين لبعض يعني بنات كلنا اشتاق قلنا شلون لا بس انا بسال هيدي عشان هي اكيد مقربه لي ومصره على السؤال عشان ما فيش حاجه غلط اكيد طبعا ما حدا في اكيد علوش وحشني جدا والقعده عشانك يا علوش جدا راف سؤالك هو شو الشيء اللي شفته بحنان ما شفته بغير انا كثير بروجرس ليه تحولت ايهاب حنان اللي بيميزها واللي بيميزها كانه اسمها حنان اول شيء اسمها حنان وهي حنان يعني الفائد الاحساس اللي فيها وصلت له الاحساس
خلوه يحكي صح خلوه يجاوب. هالفائد الإحساس الزايد عمل حالة اسمها حنان. حنان هي حالة إنه يا بتزعل تزعل 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 بقهر وبكي وتدمير، يا بتنبسط بفرح وبدها كل شيء تسافر وكادويات وكل شيء وتدمير. هيدا الشيء حلو بحنان، يعني بتدمير فيها تدمير بخليك تحبيها أكتر. طب خلص انت صار عمرك يا صار عمرك حبيبي من عندنا مسافر عندنا كيف بوسي عم نكبر عم نكبر عم نكبر على ايدك يا سي مسيو رافائيل مش عارفه اوكي خلص ما بدي لا ما انا بقول بكره رح يضلنا حنان هي فاضل كاس حنان اسمع على خليك طب يا جاي انا اللي وجدته بحنان بتعرف شو خرجك انت تحط السيدي بالغنيتك وضلك تعيدها بس قلبي بقلك شو بتعبر حنان؟ لا كلمة واحدة حنان برافو كلمة واحدة حنان حنان هيدا أكورد يوم عن الصدر واو عفوك يا عبتني أنا أكيد أكتر زو فيها أكيد أنا قلت لك أنا وأنا دينا تسأل هايدي دينا وهايدي ما في يسألوا شيء بعض بيسألوا ماكسيموم شو أطيب أكلة عندك. إيه أخطر أغنية غنيتيها هنا في الأكاديمي حبيتيها وطلعتي كل إحساسك فيها وكنتي يعني ما جت كل الأغاني تمنيتي إن تغني الأغنية؟ لا ما تمنيتش أغني أنا أغنية معي. لا يعني ما جت الأغاني مثلا قلتي مثلا لا أنا الأغنية دي أنا عايزاها يعني هاخدها يعني هاخدها إيه؟ أكتر أغنية من أنت أخدها بتاعت أنغام البرايم اللي فات بس أكتر أغنية ولو ما كنتيش هتاخديها كنتي لأني كنت عشقاها يعني أكتر أغنية حبيتها قوي ليك. أنا أسألك بس أسألني حبيبتي أسألني أوكي سليني حبيبتي لا حبيبتك ليه بتاعي قبل ما تدخل الأكاديمي كنت متخيل أن أنت يعني لو لقيت هنا مثلا بنت ممكن تعجب بيها ولا كنت رافض الموضوع تماما؟ أنا 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 أبريك. لا مش عارف لأنه بتقبل كل شيء ما حابب كل شيء ما حابب اللي جاي عادي أنا عندي عادي مو فتح نسيم يسأل الله شفت الخير تبارك الله صلى الله عليه وسلم لا 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 تعال احضر سؤال هايدي سألتك إذا أنت لما دخلت على الأكاديمي كان عندك قبول أو رفوض أنك تفوت في علاقة جدية مع فتاة أنا سؤالي سيكون أنه هل داخل الأكاديمي بعد الأكسبتنس ديورون فترة وجودنا يعني حتى الآن في البروغرام أعجبت أو لا أعجبت بحد أو لا إيه أنا ما نغير الأماكن وين بالأكاديمي زاد سؤالي سألت الأكاديمي أكيد عجب الموضوع هذا بس أسألك مين هم هذا واو ده يعني السؤال هذا حلو طب جايز إيهاب نغير الأماكن بقى لا انا بالنسبه لي من الشخصيات اللي انا يعني كنت معجب يعني او معجب بشخصيتها وما زلت كانت شانتال وهايدي تحية لشانتال تحية لهايدي شانتي مروان يسأل رفايا هايدي اوف اذا وقفوا اثنين على النومينيشن حنان وإيهاب مين كنت تختار؟ حلو السؤال سؤال جيم ما فيش اختيار في هو على طول في منطق يعني هو لا هو في غير مبدا انه بحبكم اثنين بدك اختيار نحن ثلاثه بعدنا ثلاثه حدا تخلص من الجمهور وباقي حنان وإيهاب مين كنت نقيت؟ لك ما بدها تفكير معروف جوابي بس انه اكيد انا غنتقبله مش ليك اذا بدي لك اللي خرجوا يستاهل يبقى على الصعيد لهذا إيهاب من الاخر ولكن هو غيختار حنان وانا غنتقبله لا
لانه انا بالنسبه لي اسمعني اسمعني انا غسيل لك يعني انت لا لا يعني انت انا حنقي حنان وانا بتقبلك اكيد بس ايش كنت بلاستيك انا يعني اذا انت حنان قدرت اذا انت بايد اخر واحد اخر واحد وفي انت الاقرب بينك بايدك انك تطلع حنان او تطلع ايهاب من الاكاديمي حنان اكيد حنان هتطلعها لا حنان مفهوم اشرح لنا علاقتك بالموبايل بالتفصيل الممل مش افلام و اشرح لنا مش افلام واقتصاد يعني انت هون واجتماع عم تقول لي انت انه ما بين ليش هيك عم مسرح انت طحت في الشخص الانجليش كلنا نفهم انجليش بس سؤالاتك ما خلص بلا هضامه يلا يا ابني كمل موقفها بصراحه لا 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 شفت الأسئلة اقتبسوا مني اقتبسوا اوكي الريل لا لا ما يحكي يعني بليز يا خواجه خواجه بليز سينجر بايزر اوف ريلي اي هاف تو سينج تو هاف تو سينج تو دي بتتكلم بلغة الناس سينج تو مروان ناصر ناجي يلا كمل يعني من اول بروجرام حتى ال حتى اليوم علاقتي انا ومابيل هي صداقه حقيقيه انه مش 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 هالفيك ريليشن شيب مش هالفيك مش هالفيك مش هالفيك علاقه اللي تتركب على انه هي تساعدني وانا اساعدها مش مش على مصلحه مش على شيء ثاني يعني صداقه بتقولي يعني نحب بعض يعني ونساعد بعض ونحترم بعض ونخاف على بعض ومزبوط موبايل وهيدا الشيء real friendship يعني friend يعني صداقة حقيقية يعني relationship سؤال واحد يعني relationship سؤال واحد أنا ما جاوبتنيش على السؤال دي أنا السؤال دي ما جاوبتنيش عليه وشو هو قلت لي وشو توصف العلاقة قلت لك العلاقة هي صداقة حقيقية صداقة يعني صار صار يلا دوم صافي سمحتي فيي طوع قلبك إنسان صافي سلبي مزيد تحسبي لي مزيد للبرة يا أبو زي فينا السؤال شي واحد غنبهدلوني اليوم يلا دور 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 يا حبيبي يا حبيبي لا يلا مز ولا فريتين 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 ما حدا إلي جلد يقوم من محله فريتابس تحبينا فيري تابس بكرهك كثير 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 لا ما مش اسئله ديال البراز ولا 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 قد تحبينا على 10 قد بتحبينا على 10 لا اسمع شو في حال زعلتك شي مره كثير تتخلى عن صداقتنا من سبب موقف زعل بضمن الاكاديمية حسب كيف يعني كيف كان لا بعتقد انه شو ممكن زعلك بالاكاديمي كبك من فوق مثلا ما بتزعلي بتروحي دغري لا ما بخسر صداقتنا مشان موقف يعني اكيد لا في بس نظهر من الاكاديمي هلا شهر زمان حدلك حنان ورافائيل ما بقيش يعني ما بقيش حلو السؤال ايش هلا ما في يجاوب بس نطلع بس اكيد ما راح يتغير بس نطلع يمكن جاوبك يمكن تحكيني بجاوبك يمكن 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 رد عليك ليك بس ما حد تغير بس ما حد تغير لا انا كثير مشغوله يا حنان لا عن جد انا مشترك يا بنتي بس بفكر حندرف انا وياك انا اوكي يلا برمل وكثير